طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بعد الحدث. مشاهدينا الكرام، تم اتفاق ستوكهولم تحت ضغط عسكري على ميليشيات الحوثي الانقلابية وتحت ضغوط أممية أيضا على الحكومة الشرعية والجيش الوطني لإيقاف معركة تحرير محافظة الحديدة والانخراط في مفاوضات الحل السياسي أو السلمي للأزمة في هذه المحافظة. لا شك مشاهدينا الكرام أن نصف ميليشيات الحوثي الانقلابية لجميع الاتفاقيات وإفشال بالتحديد اتفاقية ستوكهولم وإفشال قرار وقف إطلاق النار بالحديدة واستمرار خروقاتها المتواصلة لهذا الاتفاق في هذه المدينة نسف القرار تماما، فلم يعد مقبولا السكوت عن استخدام الحوثي برعاية أممية ليمارس الإرهاب والقتل اليومي في هذه المحافظة. أيضا مشاهدينا الكرام، لم يعد مقبولا السكوت أيضا أو أن تستمر الشرعية في التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعد كل هذا الثمن الباهظ الذي ندفعه يوميا. لم يعد مقبولا مشاهدينا الكرام إلا استكمال تحرير محافظة الحديدة. لماذا حسم معركة الحديدة ضرورة هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسنتطرق للشأن اليمني بشكل عام وعن أبرز التقدمات للجيش الوطني والتفاصيل كثيرة مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ ثابت والأحمدي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي العزيز والمشاهد الكريم. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سنستأنف الحوار ولكن بعد هذا التقرير. بعد مرور ما يقارب العام على اتفاق ستوكهولم، يتضح أن الاتفاق لم يكن سوى فخ للسلطة الشرعية تم استدراجها إليه، وإلى الآن فالحوثيون هم المستفيدون منه كونه أنقذهم من هزيمة وشيكة بعد أن بدأت معركة تحرير الحديدة، وفي نفس الوقت منحهم الوقت الكافي لتعزيز حضورهم العسكري في الحديدة نفسها وفي بقية الجبهات، وسلكوا سياسة استهلاك الوقت لتعزيز مكاسبهم، واستحدثوا جبهات جديدة بمحافظة حجة وفي بعض مديريات محافظتي إب والضالع بهدف صرف الأنظار عن ملف الحديدة واتفاق ستوكهولم، وأيضا صرف الأنظار عن استمرار تعزيزاتهم العسكرية إلى هناك. واللافت هو أن تعزيزات الحوثيين العسكرية إلى مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة كانت تتم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا أو تدين الحوثيين أو على الأقل تسميتهم كطرف معرقل لاتفاق ستوكهولم. هذا التواطؤ الأممي مع الحوثيين صار يبدو وكأنه مبدأ ثابت لدى المنظمة في تعاملها مع الأزمة اليمنية، ويتضح ذلك من خلال أداء المبعوثين الأمميين إلى اليمن منذ بدء الأزمة، والذين تماهوا مع ميليشيات الحوثي في مراوغتها ونقضها للاتفاقيات وانتهاجها سياسة استهلاك الوقت. وكانت النتيجة دخول الحوثيين العاصمة صنعاء ثم سيطرتهم على عدة محافظات ثم تعزيز سيطرتهم تلك وصولا إلى مرحلة محاولة فرض تقاسم السيادة بينهم وبين السلطة الشرعية. كل هذه المعطيات جعلت من الجيش والقوات المشتركة أمام ضرورة وطنية وإنسانية لاستكمال تحرير مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وفك الحصار المعيشي المفروض على الشعب من قبل تلك الميليشيات الإجرامية. إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام جديدا. أستاذ ثابت، كما شاهدنا في التقرير هناك آثار كبيرة لهذا الاتفاق الذي تم في ستوكهولم وتوقف معركة الحديدة في بلادنا. يعني السؤال هنا، ما الذي تنتظره الحكومة الشرعية لتعلن نهاية كارثة اتفاق ستوكهولم؟ عزيزي، قلناها من سابق ونقولها وسنقولها بعد اليوم، لا ينفع مع الحوثي بالأصح مع الكيان الإمامي الغاصب إلا القوة العسكرية القاطعة الضاربة حتى تنهيه إلى الأبد. لن تجدي معه المفاوضات، ولن تجدي معه الحوارات، ولن تجدي معه جميع الحلول التي جربناها وجربت، ليس من اليوم بل منذ العام 2004 بل من قبل ذلك. هو لم ينتهي الكيان الإمامي الغاصب لم ينتهي في 26 سبتمبر إلا بقوة الشعب القاهرة. ورغم ذلك حاول أن يعود مرارا وتكرارا، ومع هذا لم تكسره إلى القوة القاهرة.
لدينا معهم منذ 2004 وإلى اليوم عشرات الاتفاقيات تنوف عن 70 اتفاقية أو ما يقارب 80 اتفاقية ووثيقة وقعناها معهم، وكلها جميعها فشلت. لماذا تلهث الأمم المتحدة وراء وعود كاذبة من الحوثيين بالمعاهدات والاتفاقيات؟ الأمم المتحدة لها لعبتها الخاصة ولها تفكيرها الخاص خارج سياق ونسق تفكيرنا نحن. أولا، القضية اليمنية بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكثير من دول المنطقة هي قضية هامشية وقضية ثانوية على أجندة أعمالها، ليس القضية رئيسية ولا تهمهم بدرجة رئيسية. القضية هي بالنسبة لنا قضية محورية وقضية رئيسية وقضية مركزية وقضيتنا الأولى والأخيرة الكيان الإمامي. أوكي، جميل. لكن بالنسبة للآخر، هم يتعاملون مع القضية اليمنية من منظور أجندتهم ومصالحهم هم، وهذا شأنهم بالنهاية. ولا نعول، ينبغي أن لا نعول عليهم حل قضيتنا أو أن نرمي بكل ثقلها عليهم ثم ننتظر يأتوا لنا بحل جاهز. إن أتوا بحل سيأتوا لنا بحل يخدم مصالحهم هم ولا يراعي مصلحتنا اليمنية. ونحن نعرف منذ 2014 بل من 13 وتلك الفترة، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو الذي أوصل الحوثيين إلى داخل صنعاء، ونحن نعرف وكثير من المتابعين يعرفون كثير من التفاصيل التي تمت. وجمال بن عمر لعب المشهد كامل حتى أنهى الدور وسلم الحوثي صنعاء وغادر. سفيرة الاتحاد الأوروبي يومها صرحت تصريحا كان واضح في صحيفة الوسط في العام أظن في شهر 9 2014، واضح يعني في شهر 11 2014 وضعت الأمور على حقيقتها يعني، وقالت كلنا نعرف كل التفاصيل فقط يعني لسنا مع الحوثي في المبالغة التي أجراها في عملية القمع التي أجراها بعد دخوله إلى صنعاء، وكثير من التفاصيل. هناك ميوعة ولولا الضوء الأخضر الدولي، لولا الضوء الأخضر الدولي والإقليمي كذلك لما كان الحوثي من أساسه ناهيك عن أن يدخل صنعاء، ناهيك عن أن يعمل انقلابا، ناهيك عن أن يقوم. طيب، في ظل هذه المعطيات التي تحدثت عنها، لماذا ترضخ الحكومة الشرعية لهذه الضغوط الأممية ولضغوط المجتمع الدولي؟ أليس الأولى أن ترضخ للشعب اليمني الذي يريد استعادة دولته؟ الرئيس عبد ربه منصور هادي صرح سنضرب بسيف السلم حتى ينتهي أو حتى إلى آخر، لكن لنا أربع سنوات نضرب بسيف السلم للأسف الشديد ولن نصل. أقول لن نصل. هم طبعا كسياسيين الحكومة والدولة تنظر تتعاطى مع الأمر من منظور سياسي من موقعهم كسياسيين، لكن في الواقع لن يتم ولن تحل القضية اليمنية. ونحن نعرف تاريخهم ونعرف أدبيتهم السياسية ونظريتهم أيضا الدينية والكهنوتية الثيوقراطية التي يستندون إليها، لا تنفع معهم إلا القوة. يعني لهم مئات الخروجات التاريخية التي كانوا يخرجون ثم يعيدهم الشعب إلى أوكارهم في مران وفي صعدة بشكل عام، ولا ينفع معهم إلا القوة. دولات عنف متوالية. نعم، هذا قبل أن يكون هناك مجتمع دولي وقبل أن تكون هناك لعب إقليمية ومنظمات دولية إلى آخر. اليوم أقول لك القضية اليمنية لم تعد يمنية، صارت تم تدويلها، تم أقلمتها أولا ثم تدويلها لاحقا، ولم يعد المسؤولون اليمنيون غير أكثر من مديرين تنفيذيين للأسف الشديد في الوقت الحالي. هذا هو الواقع. نعم، مديرين تنفيذيين لما يملى عليهم في الخارج. في ظل هذا الواقع، ما هو مستقبل العملية السياسية في اليمن؟ أو دعنا أولا نبدأ عن اتفاق ستوكهولم، ما هو مستقبل هذا الاتفاق؟ عزيزي، ستوكهولم هو من البداية فاشل من البداية، وكان كثير من المتابعين والمهتمين والسياسيين تنبؤوا بفشله، إضافة إلى أنه غامض. نعم، إلى أنه غامض ولم يتنفذ، رغم أنه على فكرة رغم أن أغلب بنود ستوكهولم لصالح الحوثيين، ومع هذا الحوثي رأى نفسه مهضوما في بعض البنود أو في جزئية بسيطة فنفى الاتفاق ولغاه وعمل على إفشاله من أساسه تماما، لأن المجتمع الدولي والساسة وحتى أيضا حكومتنا وقيادتنا السياسية تعاملت مع الحوثي ككيان مستقل ندا، يعني وجها لوجه، فيس تو فيس كما يقال، يعني وجها لوجه كما لو أنه جهة مقابلة معترف بها مستقلة ند توازي وتنادد الحكومة الشرعية. وهذا هذه واحدة من الأخطاء التي أفضينا، شوف،
إلى هذه الحال. ابقى معي أستاذ ثابت، سينضم إلي مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد العامري. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. مرحبا، حياك الله. كما استمعت للأستاذ المحلل السياسي والكاتب ثابت الأحمدي، قال أنه كان من أكبر الأخطاء هو أن قمتم بالتفاوض مع هذه العصابة المسلحة في ستوكهولم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا الأستاذ سعيد ومن يسمح من المشاهدين. ثابت الأحمدي. نعم. حياكم الله جميعا. على كل حال يا أخي الكريم، فكرة التحاور مع هذه العصابة أنا أعتقد أنها كانت في الحقيقة دون أن تضع سلاحها كانت خطأ استراتيجيا منذ اللمسات الأولى للحوار الوطني. كان يفترض في الحقيقة أن لا يقبل تفاوض مع جماعة إرهابية عنصرية حتى تضع سلاحها. إدخالها في الحوار الوطني، إشراكها في العملية السياسية، دعا بذلك إلى هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني. وبالتالي جاءت بعد ذلك الخطوات التالية، المفاوضات أو المشاورات أو وما شابه ذلك. أنا أتفق مع هذا الرأي الذي يقول فعلا أنه كان ينبغي ألا تقبل أي مشاورات مع جماعة إرهابية سواء كانت القاعدة أو داعش أو الحوثيون. أي جماعة تحمل السلاح في وجه الشعب اليمني وتفرض أجندتها بالحديد والنار ينبغي أن يكون للشعب رأيه في عدم الجلوس معها حتى تكون جماعة سياسية، حزبا سياسيا تؤمن بالتعايش السلمي، تؤمن بالتداول السلمي، تؤمن بالحوار. هذا أمر أعتقد أنه وقعت فيه كل أو أغلب القوى السياسية وقعت في هذا الخطأ حيث قبلت بالتشاور مع جماعة إرهابية عنصرية. هذا رقم واحد. فيما يتعلق كذلك بالحديدة، الحديدة نعم يعني الحوثيون جعلوا من هذه من مسألة الحديدة منطقة عبور للمعاناة الإنسانية. أصبحوا يعني يقتلون الشعب اليمني مستغلين الموارد التي ترد من ميران الحديدة، يتاجرون بالمعونات الإنسانية التي تصل إلى الشعب اليمني ويحولونها إلى مجهود حربي، يعني يخنقون الشعب اليمني. ومن ثم يعني فعلا أنا أقول كانت يعني كان يفترض أن تكون مسألة الحديدة مسألة محسومة بالنسبة للشرعية والاتحاد العربي، وأن لا يقبل فيها هذا التراجع الذي استفادت منه الميليشيات الحوثية. أنتم يعني سبق وشاركتم في هذا الحوار دكتور محمد العامري، يعني هل أحسستم في لحظة من اللحظات أنكم في اتفاق ستوكهولم تستدرجون للتوقيع على شيء لا يتسق مع رؤيتكم للحل السياسي السلمي في اليمن؟ نعم، نحن كنا صريحين مع المبعوث الدولي وقلنا له أن الورقة التي قدمت رغم أنها لن تطبق لكنها ورقة أيضا فيها ألغام وفيها يعني تفكيك للمستقبل، وهو ما لأنها تقرأ بأكثر من قراءة. وإن كان نحن نقول في الحقيقة إنها لو طبقت كما هي حقيقة فإنها ستكون بمنطقة المبعوث الأممي والمجلس الأمن، يعني هم يرون أنها قد طبقت وأنهم قد سلموا الحديدة مثلا إلى السلطة المحلية هناك في الحديدة. يعني هنا يأتي السؤال، كيف هي نظرة الحكومة الشرعية لما يجري اليوم في الحديدة؟ القول بأن اتفاق الحديدة قد طبق قول عاري عن الصحة وبعيد عن الصواب، لأنه يعني يشترط أن تسلم إدارة المدينة لقوات تابعة للدولة للنظام، يشترط أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الموانئ ومن رأس عيسى، يشترط كذلك أن يعني تتموضع القوات الحكومية وتبسط نفوذها. في الحقيقة غير صحيح هذا الكلام. نعم هو يعني أريد في الحقيقة، أنا أقول لك هناك أجندات خارجية لا نختلف عليها، أنه أريد لاتفاق الحديدة أن يكون مبهما في بعض المصطلحات حتى يكون مطاطا في التفسير قابلا للتفسير لأكثر من معنى. لكن العملية برمتها من حيث الإجمال لو طبقت لكان في صالح الشرعية بكل تأكيد،
لأن المقصود من ذلك هو أن تسيطر وأن تسلم الموانئ للسلطة الشرعية. طيب ما هو مستقبل هذا الاتفاق أو اتفاق ستوكهولم الذي وفق رؤيتكم أنتم وتفسيراتكم أنتم لهذا الاتفاق، هل لا زال هناك إمكانية لتطبيق هذا الاتفاق؟ أعتقد أنه يعني إذا وجدت إرادة دولية صادقة حقيقية في التعامل مع القرار 2216 ووجد فعلا توجه إلى رفض هذه الجماعة الإرهابية وفقا للقرارات الدولية، فإن تطبيق الاتفاق سيكون بكل تأكيد يعني رافعا للمعاناة الإنسانية، محققا للمقاصد التي يعني تعيد المسار السياسي الحقيقي للسلطة في اليمن. لكن إذا تعومل مع القرار الدولي بمعيار مزدوج أو بتملص أو عوملت هذه الجماعة الإرهابية العنصرية بتدليل ويعني توجر بها وأريد لها أن تنتعش، فالمسألة مختلفة هنا بناء على الأجندات الدولية التي تحكم هذه المسارات السياسية. أختم معك بهذا السؤال دكتور محمد العامري، هل استنفذت اليمن جميع الأوراق وجميع الخيارات لديها التي بالإمكان أن تقدم للعالم، أن تقدم أيضا للمؤسسات الدولية؟ ما الذي لا زال لدى اليمنيين أو للحكومة الشرعية أن تقدمه للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي؟ أنا أعتقد أنه من جهة الجانب القانوني الدولي أو المسار الأممي أو المحلي كله يصب في مصلحة الدولة واستعادة الدولة وبسط نفوذها وتمكين الشرعية من هذا على المستوى الجانب النظري والجانب القانوني والقرارات الدولية. لكن إذا جئنا إلى الواقع، المستوى المختلف والمستوى البحث عن مصالح خاصة سواء كانت إقليمية أو دولية أو محلية، فالمسألة هنا طبعا مختلفة. فبالتالي نحن نقول ان الاوراق كلها تصب في مصلحه الشرعيه في الحقيقه من الجانب النظري، لكن يبقى الجانب التطبيقي اكيد في اختلالات في معايير مزدوجه في نظره يعني نظره اطماع موجوده لاكثر من اتجاه، هذا هنا هي اشكاليه يجب ان تعالج. دكتور محمد العامري مستشار رئيس الجمهوريه، شكرا جزيلا لك. أعود لك من حيث اختتم الدكتور محمد العامري وهو التماهي الأممي مع ميليشيات الحوثي الإنقلابية، لماذا هذا الانبطاح بالأحرى الأممي لهذه الميليشيات أو للعصابات المسلحة؟ شوف، هذا انبطاح من وجهة نظرك أنت، لكن بالنسبة لو قرأنا من وجهة نظرهم هم أو قيمنا الأمر من وجهة نظر أخرى، هو موقف يخدم الأجندات الدولية، ليس من صالح المجتمع الدولي ولا القوى الكبرى أن تحل أي مشكلة في الشرق الأوسط بشكل عام أو في المنطقة العربية أيضا، من مصلحتها أن تقبض عليها وأن تظل ممسكة بأطراف الخيوط، لكن من مصلحتها أن تحلها نهائيا لا. هي لماذا؟ مسمار جحا كما يقال، هي تريد أن تغزو كل منطقة وأن يكون لها حضور بشكل أو بآخر في كل بقعة من بقاع العالم للتحكم بمصير العالم ويعني ولرسم سياستها في المنطقة. اليوم خارطة المنطقة يعني في اتجاه أو في الصيرورة إلى أن تتغير من جديد، يعني أمريكا اليوم غير راضية عن سايكس بيكو، تسعى إلى صناعة سايكس بيكو جديد، ونحن نسمع عن صفقة القرن وما إلى صفقة القرن بصرف النظر عما إذا كان ما انعكاس هذا صفقة القرن، ما شأننا نحن كيمنيين بهذا الموضوع؟ نحن جزء من المنطقة بالنهاية، نحن جزء من المنطقة الكاملة يعني، ولا تستطيع أن تقول الأمة العربية كلها بالنهاية كيان واحد والتأثير على طرف منه أو على عضو منه يؤثر على بقية المنطقة بشكل عام. احنا نتكلم الآن عن قضية عامة، الأقليات المجتمع الدولي يريد أن يصنع أقلية في كل دولة على مستوى الوطن العربي لتحريكها متى شاء ولتجميدها متى شاء. أنت تعرف يا عزيزي الدولة العثمانية عود إلى التاريخ قليلا وننبش التاريخ ورغم قد لا يكون هناك مبرر، الدولة العثمانية سقوطها الرئيسي بسبب الأقليات التي لعبت بها بريطانيا وروسيا في تلك الفترة وفرنسا أيضا، الدول التي واجهت يعني الإمبراطورية العثمانية لعبوا على شغلة على وتر الطائفية والأقليات في الوطن العربي فأسقطت وانتهت. لا مشكلة مع هذه الجماعات في أي دولة من الدول، لكن المشكلة حينما ترتبط هذه الجماعات
بالأجندة الخارجية والمجتمع الدولي. تصبح هذه الجماعات والطوائف والأقليات عبارة عن ألغام مزروعة هناك، خاصة الجماعات التي تتمتع بأيديولوجية عابرة للحدود. الحوثي اليوم ليس ابن اليمن ولا له علاقة باليمن ولا يفكر باليمن. الحوثي مرتبط وجدانيا بقم في إيران، مرتبط بشيراز، مرتبط بأصفهان. هذه أيديولوجيات عابرة للحدود، لا تعترف بالدولة الوطنية يعني المعروفة يعني بأبعادها الثلاثة، جغرافيا، شعب، نظام سياسي، أبدا. وبالتالي فالحوثي اليوم هو يأتمر بأمر إيران، وما قالت وما وجهت به إيران هو سينفذ بالحرف الواحد، سواء اتفق مع مصالح اليمن أو لم يتفق. ومن هنا تبدأ اللعب، ومن هنا تبدأ التربيطات، ومن هنا تبدأ زراعة الألغام. كان لي تعليق أيضا على كلام الدكتور للتفريق بين داعش والحوثي. الحوثي يمشي في اتجاهين متوازيين، الخط السياسي الناعم والمفاوض والمحاور بوجوه مدنية ويعني وشخصيات قد يسبق بعضها حرف دال، دكتور، بروفيسور، أكاديمي، مثقف إلى آخر، وجوه مدنية. وعنده خط آخر عسكري بحت، لا يعرف لا المفاوضة ولا النظام ولا الأخلاقية العمل السياسي ولا المصالح الوطنية ولا مصالح الجوار ولا مصالح المجتمع الدولي، ولا يعرف شيئا من آخر تماما. وهذا هو الفرق بينه وبين داعش. شوف، داعش أو القاعدة خط واحد عسكري موازي، ليس لها أكثر من فرع أو نعم أو أكثر من مسار أو أكثر من نسق، وجه واحد للحقيقة، وهي حقيقة بالطبع إرهابية لا يختلف عليها إثنان. أليست إيران هي التي نستطيع أن نقول تدربهم على هذا؟ بالأخير هي عصابة مسلحة، لكنها أصبحت لها واجهات مدنية ودكاترة ممكن قد يكونوا سلاليين أو يتماهوا مع الفكر الإمامي، وهذا ما أطال في أعمارهم وما أظهرهم أيضا للمجتمع الدولي، أنه هو يظهر أمام المجتمع الدولي بالوجه الناعم. الذي يذهب إلى أوروبا يحاور مش أبو علي الحاكم، الذي يظهر محمد عبد السلام المفاوض ورجل الحوار تماما. أيوة، أبو علي الحاكم حارب في صنعاء. وهذا قلت لك بشكل عام الفرق بين داعش والقاعدة. يعني تستطيع القاعدة أو داعش أن تمشي على هذا المسار، تعمل فرع مدني وفرع عسكري وتشتغل، لكن هي اتخذت مسار واحد. الحوثي اتخذ مسارين، المسار السياسي والمسار العسكري. بالعودة إلى معركة الحديدة، مرحلة لا حسم العسكري، هذا الوضع يعني في الجانب العسكري، في كل مرة تقوم الحكومة الشرعية والجيش الوطني بالتقدم نحو تحرير محافظة الحديدة، نرى هناك ضغوط أممية لبقاء الوضع كما هو وبقاء الركود العسكري هناك. ما هو مصلحة الأمم المتحدة من عدم تحرير هذه المحافظة؟ شوف، أنا لي قراءة ثانية للأسف، وربما تختلف عن قراءتك وقراءة البعض. أنا ضد تجزيء القضايا يا سيدي. معنا قضية رئيسية اسمها انقلاب الحوثي، وعلينا أن نزحف ونمسك برأسه في صنعاء، وستتقطع كل أوصاله في اليمن كله. بدأنا نجزئ القضية، وهي قضية مركزية، قضية تعدن وقضية تعز وقضية الحديدة وقضية حجة وقضية الساحل الغربي. هي تعتبر بمثابة الحديدة، تعتبر بمثابة حلب في سوريا التي كان لها ما بعدها. بصرف النظر، ليس لها ولا ما بعدها. الحوثي سينسحب الجمرك حقه إلى باقل، ويعمل جمرك في باقل، ما عنده مشكلة، أو بيطلع على الأقل سينقطع التمويل والتهريب العسكري أو بالأسلحة أو من هذه الناحية. سيخسر جزء، فعلا سيخسر جزء من السيطرة، وسيخسر جزء بالذات من الدعم، لكن بالنهاية ليست القاصمة للحوثي. أقولها بصراحة، يعني السيطرة على الحديدة ليست القاصمة، سيخسر بالتأكيد، سيخسر، لكن ليست حتى أنه استمات في هذه، تمام، طبيعي استمات، عنده فائض بشري ما يهمه، يعني طبيعي جدا. لكن أنا أقول الداء في الرأس، العلة في الرأس يا أخي. امسك رأس الحية، اقطع رأس الحية مباشرة، لا تقطع الذنب، اقطع رأس الحية، حلوا. ودائما أقول حلوا قضية صنعاء تحتل كل مشكلة اليمن، صعدة والجنوب وحضرموت وسقطرة كلها مرتبطة بصنعاء. ولماذا لم تستأنف معركة صنعاء؟ هذه المشكلة، هذا السؤال اللغز الذي لم نستطع لحد الآن للأسف الشديد أن هل نستطيع أن نقول أن لا أنا ولا أنت ولا هل نستطيع أن نقول أنها ضغوط أممية أيضا في صنعاء؟ قد يكون، وربما الراسخون في المفاوضات السياسية يعرفون تماما من المسؤول عن توقيف جبهتنا، من المسؤول عن توقيف جبهات حرض، عن ميدي، عن هذه المناطق بشكل عام. وإلا يعني الداء في الرأس. وأنا أجزم إذا حلينا مشكلة صنعاء ستحتل كل مشكلة اليمن، ولست مع تجزيء القضايا أبدا. هناك أياد خبيثة شيطانية تسعى لتجزئة القضية المركزية، قضية المركزية والتاريخية والرئيسية منذ ألف عام، مش من اليوم. أليس الخطوات في سبيل الوصول إلى القضية المركزية؟ ما لا يا أخي، امسك الرأس، لا تأتي لي بالفروع، لا تبدأ لي من الفروع، لا تبدأ لي من الثنائية. امسك، إذا عندك السرطان وعندك الملاريا يا أخي ابدأ بالسرطان. ليش تعالج الملاريا وعندك سرطان؟
ابدأ عالج السرطان اللي تعاني منه، وبعدين قول الملاريا، وبعدين قول التيفود، وبعدين قول الحمى، وبعدين قول ما شئت. قد تكون تعالج الجذور التي تبدأ بالأساس الخلل. الجذر والسرطان، جذر اليمن، مشكلة اليمن التاريخية ليس من اليوم ولا من قبل 100 سنة ولا 200 سنة ولا 300 سنة، هي مشكلة الإمامة، مشكلة الكيان الإمامي البغيض الذي خلق لنا 1000 مشكلة ومشكلة، وسيخلق كمان 1000 مشكلة ومشكلة بعد حين. اليوم نحن لم نعد ندافع عن مستقبلنا، نحن يعني مستقبلنا ضاع، نحن اليوم ندافع عن مستقبل أبنائنا، لا نريد اليوم لأبنائنا أن يدفعوا الثمن بعد 30 و40 سنة. ما هو حاصل اليوم؟ هو بسبب تفريط آبائنا وأجدادنا في ثورة 62. لو كان آباؤنا في 62 تعاملوا مع القضية بحاسم وبجدية وبصرامة متناهية مع هذا الكيان، وهل ما عندنا مشكلة اليوم؟ تعاملنا نحن بنفس الصرامة التي تحدث عنها؟ لا، نحن للأسف نتعامل أسوأ منهم. إذا كان الآباء ضيعوا جزء، نحن ضيعنا جزء أكبر، وسيدفع أبناؤنا الثمن بعد 30 سنة و40 سنة 100%، وأجزم بذلك، وهذا كلام أقوله للتاريخ. إن لم نحسم القضية اليوم بصورتها النهائية سيدفع أبناؤنا الثمن يعني بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، في ظل المعطيات الحالية. وفي إذا كانت حصلت ثغرات، فقط ثغرات بسيطة في ثورة 62 وخلافات يعني وعدم وعي كامل، فشوف ما الذي آل إليه الأمر. ما حصل في 2014 ليس يعني سبب، هو بالنهاية نتيجة لما اعتمله في يعني تحت الطاولة لقرون. الكيان الإمامي يحضر لهذا من وقت طويل، من السبعينيات، من الثمانينيات، من التسعينيات، ويحضر الشباب المؤمن يا عزيزي، دعني أكمل، الله يرحمه يا أستاذ أكرم، الشباب المؤمن يا عزيزي من الثمانينات ويشتغل من 86 جذوره الأولى، وشوف النهاية ماذا حصل. المعسكرات الصيفية التي نراها اليوم والتي رأيناها قبل قليل وهي تهتف داخل جامعة الصالح في صنعاء من أنحاء اليمن، هذه كل واحد منهم لغو متحرك، وكل شاب منهم هو مشروع قاتل ومشروع قتيل. إذا كنا نعاني اليوم من الغام للمستقبل، أيوة، يعني عانينا من 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 عشرات الشباب الذين كانوا في ضحية ومران وغزوا بالدولة وعبثوا بالدولة كامل، ما بالغ اليوم قد الأطفال اليمن كلهم تحت أيديهم، 250 ألف شاب اليوم يتدربون على أنواع الأسلحة ويزج بهم في الجبهات، بينما كانوا بالعشرات في ضحيان ومرن. لكن في الطرف الآخر، ألا تتفق معي أنه هناك أصبح هناك وعي من قبل اليمنيين بحقيقة معركة اليمنيين مع الإمامة وتفاصيلها التاريخية؟ أصبح هناك وعي جمعي، أصبح اليمنيين يرون ما كانوا يقرؤونهم في كتب التاريخ عن معاناتهم مع الإمامة، حيث يرونها يشاهدونها على الواقع أمامهم. عندي قناعة ربما لا تتسم أيضا مع رؤيتك أنت، أنا لا أراهن كثيرا على الشعوب أو على وعي الشعوب نفسها، على النخب أو حتى على النخب. الشعوب بلا قائد ليست شيء، وأجزم بذلك، ونحن نستغرق كل حقائق التاريخ. أي شعب بلا قائد هو صفر، الأحجار المتناثرة لا تبني نفسها مهما كانت مشذبة وجميلة وجائزة للبناء، لا بد لها من بناء، لا بد لها. واستغرق تاريخ الدول والحضارات التي نشأت لم تنشأ إلا بقائد. بسمارك وحد ألمانيا، جورج واشنطن توماس جيفرسون وغيرهم وحدوا الولايات المتحدة الأمريكية، الملك عبد العزيز داخل المملكة العربية السعودية وحد ثلثي الجزيرة العربية من 8 دول وإمارات ومشيخات، وكانت شذر مذر ولم تتوحد بهذه الصورة، واليوم هذه ثالث أمن منطقة في العالم من مشارف الشام إلى مشارف اليمن. أعود القائد لا تراه اللي تقول لي على وعي شعب أو على وعي أمة، يعني الشعب بلا قائد صفر. الهند، بريطانيا غزته ب 15,000 جندي وهم ملايين، وهم 700 مليون في تلك الفترة، 700 مليون لو تفلوا عليهم لأغرقوهم. هذا الشعب كله حقق ما نفعش، لا بد له من قائد. حتى جاء غاندي وحتى جاء القائد وحرر الهند. في أعود إلى واقعنا الحالي، كيف ترى المشهد العسكري والمشهد السياسي حاليا بشكل عام؟ ما فيش الآن، يعني هو سطة تقول مشهد يكرر نفسه من 2014 إلى اليوم، ليس هناك أي جديد، يعيد إنتاج نفسه فقط بصورة من الصور، أما أتوا بجديد ليس هناك أي جديد. الجبهات متوقفة، وحتى الحوار السياسي أيضا الذي لا نعول عليه كثيرا هو أيضا متوقف. 4 سنوات من الحرب، وكما لو أن الحرب في بلادنا أصبحت حرب منسية. نعم، وأخشى أن نصبح حربا منسية. قد أصبحنا أنا أعتقد، وربما سنصبح، لأنه العالم بالنهاية سيحرس مصالحه. كانوا هم متخوفين قبل أن تتبدى هذه السفن العملاقة والبوارج الحربية. اليوم ما الذي يخيفهم؟ باب المندب تحت سيطرة وإشراف ويعني وحزم وحسم القوى الدولية، أمريكا موجود وفرنسا موجود وروسيا موجود وتركيا، وكل دولة من الدول العملاقة تحرس مصالحها هناك،
جاءت بنفسها وعرضت. ما الذي نحتاجه نحن كيمنيين لنفهم ميزان مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وصناع القرار في العالم؟ تاريخيا أزمتنا أزمة قيادة، دائما قيادتنا هي أقزام، لا قيادة تأتي لا تعرف حجم الشعب بجغرافيته ولا بتاريخه، ولهذا نرحل مشاكلنا. منذ فترة طويلة نحن لا نحل المشاكل، نرحلها بس إلى الأمام. قد يكون الواقع الذي نعيشه يعني كيمنيين في ظل الواقع الحالي، يعني أيضا القرار كما أسلفت أنت أنه أصبح أقلمت الواقع اليمني، هناك يعني القضية لم تعد يمنية فقط بل أصبحت قضية إقليمية وقضية دولية، قد يكون هذا السبب اللي يخلي أنه هناك في مرونة في التعاطي من قبل الحكومة الشرعية. نقبل بالمرونة السياسية، ولكن المرونة لا تمس الثوابت. اليوم ما تسميه أنت مرونة مست بثوابتنا الوطنية، بهويتنا التاريخية، بمصالحنا، بمستقبلنا، بحاضرنا، بكل شيء، هذه اللي تسمى مرونة. طيب في ظل هذا الواقع ما هي خيارات الحكومة الآن؟ تحرك الجبهات العسكرية هو الحل الأول والأخير. لماذا لم تتحرك غيره؟ هذا شأن العسكريين، أنا شخصيا لا أعرف، لست عسكريا ولا محل عسكري ولا أعرف طبيعة الظروف العسكرية، لكن الذي أراه حل المناسب في الوقت الحالي وما فيش غيره حل اليوم أو غدا أو بعده وسيصل إليه الناس وما فيش غيره، هو تحريك الجبهات العسكرية والقضاء على الحوثي عسكريا، غير ذلك سندفن الجمر تحت الرماد، وسيأتي اليوم الذي نندم فيه على تعاملنا بهذه الطريقة مع هذه الجماعة كما ندمنا اليوم، يعني بعد بسبب الخلل الذي تركه أباؤنا من 62 يعني اليوم. شاهدنا أنه في الجيش الوطني هناك نوعا ما تذمر وكذا، هل لدى الجيش الوطني والحكومة الشرعية القدرة على التصرف وأنه من بدون يعني أنه يكون هناك يعني بمعزل مثلا عن التحالف العربي؟ لا، نحن محتاجون للتحالف في الوقت الحالي حقيقة، لا نستطيع أن نقول نحن مستغنين عن التحالف، لا أبدا، والتحالف وخاصة المملكة العربية السعودية على وجه التحديد هي اليوم تلعب دور إيجابي للأمانة فيما يتعلق بدعم الجيش ودعم اليمن بشكل عام، دعمت بالسلاح ودعمت بالمال ودعمت بالدعم اللوجستي ودعم كثير، لكن بالمقابل يجب على الجيش أن يتحرك، غير هكذا لا ينفع، لن تنفع معهم الحوارات ولا المفاوضات، وسنؤول إلى الصفر من جديد وستنتهي وتتلاشى قضيتنا. إلى أي مدى تتوقع أن تنجح أي محاولات أممية مستقبلية في فرض حل سلمي في اليمن؟ لا، نحن نعرف لعبة المجتمع الدولي تماما، وليس وأقولها كمواطن يمني ومواطن عربي ومواطن عالمي حتى وقل ما شيء، لا نحن لا نثق بالأمم المتحدة ولا بالمجتمع الدولي أبدا، لهم أجنداتهم ولهم تصوراتهم ولهم مصالحهم التي يحمونها بوسائلهم، وهذه المصالح تأتي على حسابنا نحن، وتعاطيهم مع الحوثي هو على حساب قضيتنا التاريخية وعلى حساب مصيرنا ومصير الشعب بأكمله. ألا تتفق معي أنه أنا الأوان لليمنيين أن يفهموا أن مجلس الأمن وأن الأمم المتحدة ليسوا تحت الطلب لمن أضاعوا دولتهم وجعلوا دولتهم يعني نجعلوا شعبهم يقتتل ما بينهم البين؟ حتى لو فهموا ما اليدوء، وأنا أكرر ما قلت، لا تعول على الشعوب ما لم تكن هناك قائد. طيب في ظل هذا الواقع كاستشراف للمستقبل كيف ترى واقعنا على الأقل في الخمس سنوات القادمة؟ والله في الوقت الحالي الأفق مسدود، وإلا أن تأتي معجزة من السماء في الحقيقة يعني تنقذنا من هذا الوضع، لكن أقول ما يعني مش قصة معجزة، أنا يعني بناء على المعطيات التي أمامك الآن. على أي حال أنا بشكل عام أقول ما يجري اليوم بالنهاية سنعبر وسنصل إلى حل مع هذه الجماعة، هذا أمر لا شك فيه. طبيعة هذا الحل هل هو تأجيل للمعركة إلى المستقبل لأنه لدينا فقاسات لدينا ألغام للمستقبل؟ طبيعي تأجيل وتأخير، وسندفع الثمن أضعافا مضاعفة نتيجة لهذا التأجيل، لأنه كلما بقي الحوثي وكلما تأخر الحوثي في السلطة يوما واحدا كلما دفعنا الثمن غالي، كان يجب أن نواجهه بحسم وحزم من وقت مبكر. الحوثي لا يواجهنا يا عزيزي بقوته هو فقط. هل لازال لدينا فرصة أن نواجهه بحسم وحزم حاليا؟ قد تتخلق مع الأيام من باب التراكم الكمي يفضي إلى التحول النوعي كما هي القاعدة الديانتية. أصبح في خلافات بينية حاليا، هذا معروف للأسف الشديد بسبب وهو نتيجة بسبب سوء القيادة، بسبب سوء القيادة وأقولها أزمتنا كمان أزمة قيادة، لكن مع الزمن ستتخلق قيادة تاريخية تصنع المعجزة وتصنع المستحيل،
والحوثي إلى زوال، لن يدوم. الحوثي سقط في 62 وهو دولة قائمة، ما بالك اليوم يعود وهو عصابة مارقة. حتى ولو كان هناك داعمون إقليميون أو دوليون، أبدا لا يمكن له البقاء. الحوثي ثقافته ولغته ومصالحه وكله مختلف عن الشعب اليمني، جسم شاذ وغريب ملتصق بجسد الشعب اليمني، لا يمكن يقبله هوياتيا ثقافيا وجدانيا روحيا، كل جسم غريب تماما غير منبوذ من الشعب، وبالتالي فهذا الجسم لن يكتب له البقاء، سيندحر الحوثي وسيستعيد اليمنيون دولتهم وإن آجلا وإن دفعوا الثمن مضاعفا. هذا أمر لا بد منه بسبب سوء القيادة الحالية. يعني كمستقبلا في الأخير يعني نرى أنه هناك التعويل، كل التعويل هو على وعي المجتمع مستقبلا، يعني ما فائدة أنه تقوم بمحاربة هذه الميليشيات وهناك فقاصات وألغام للمستقبل تهدد هذا الشعب؟ يعني قد يتم الرغبة من قبل الدولة ومن الحكومة الشرعية بدعم وإسناد من قبل التحالف العربي بالقضاء عليها، لكن ما هي الوسيلة الأمثل للقضاء على الوعي الذي زرعه أو زرعته هذه الميليشيات في مناطق سيطرتها؟ يقال إن الحرب ليست إلا وسيلة جادة لهدف جد، والحروب ليست هي الحل الأول والأخير على فكرة، لأن أزمتنا وخلافنا واختلافنا مع هذه الجماعة في الأساس هو خلاف فكري وثقافي قبل أن يكون خلاف عسكري. ما يطفو اليوم على السلطة من خلافات عسكرية هو نتيجة وليس سبب، يعني نتيجة عقود من الحرمان، من التعليم، من التطبيب، من وعي الدولة. يعني هؤلاء الشباب الذين يجمعهم اليوم في المراكز الصيفية، لو كانت هناك دولة تعلمهم يعني تاريخ الدولة إلى أي مجد ينتسبون، تاريخ اليمن، هذا اليمن العظيم، يعلمهم الرسم، يعلمهم الموسيقى، يعلمهم العقيدة الصحيحة، يعلمهم الجوانب الإيجابية، لن نجد الحوثي شابا واحدا يلتحق به. الحوثي تمدد في الفراغ الذي تركناه نحن. الدولة لم تحضر، أنت تعرف، من 62 وصعد إمامية ليست يمر إلا شكلا من الأشكال فقط، والبيوت الإمامية مسيطر عليها. تمدد الحوثي، تمدد في الفراغ الذي تركته الدولة. أين هي الجامعات وأين الكليات وأين المعاهد الفنية والمعاهد الصحية والمعاهد الزراعية والتقنية ومعاهد الرسم والموسيقى وأين البعثة الدراسية وأين 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 إلى آخر؟ هذه ملامح دولة لا نجدها في هذه في اليمن كله، في اليمن وليس في صعدة فقط. ولذا استغل الحوثي هذا الجهل والتجهيل وعمل على أن تكون هذه المنطقة من تحديدا من صعدة إلى يرمية خزان الوقود، هي الداعم البشري الأول لمعاركه مع الشعب اليمني. ما الذي يجعل هذه الميليشيات، يعني مستقبلا في حال هناك توافق سياسي، ما الذي يجعل هذه الميليشيات أن تلتزم بأي معاهدة أو اتفاق سياسي مستقبلا؟ لن تلتزم، ومن قال لك الناس لن تلتزم إطلاقا إلا إذا قصرت؟ لا، لن تلتزم على الإطلاق. أي جماعة تجد في نفسها القوة تخرج، هذا منطق علينا أن نتعامل بلغة السياسة، لغة بناء على الضغوط الأممية واتفاقات. لا، ما دام الحوثي يملك سلاح ومسيطر من سابع المستحيلات أن يلتزم بأي هدنة. هو يرى نفسه دولة أساسا، الحوثي اليوم شايف نفسه هو الدولة ونحن الخارجين، يعني شايف عبد ربه منصور هذه قد عنده حكم إعدام على الرئيس هذه، وشايف يعني قد رأى أنه مارق وخارج إلى آخر. كيف على تجي تقول له يسلم سلاحه أو شيء؟ لا بد من قوة قاهرة تقصره على ذلك. ما لم ينكسر عسكريا فسيعود. يا عزيزي، لنطبق ما يجري في الطب على ما يجري في عالم السياسة. أحيانا القواعد واحدة، حين تستأصل السرطان من جسد الإنسان لا يمكن أن تبقى شعيرة واحدة في مكان العملية، لو بقت شعيرة واحدة يعود السرطان من جديد. ونحن هكذا نقول، إذا بقى للحوثية والإمامية عرق ينبض، والله لا أمان اليمنيين حتى تقوم الساعة. سبق وتحدث أنه هناك تم أقلمت القضية اليمنية، بل تم تدويل هذه القضية. إذا تم التوافق إقليميا وتم التوافق دوليا على حل سياسي في اليمن، هل بالإمكان أن يلتزموا فيه؟ وضعنا الجمر تحت الرماد، هذا معنى المصالحة السياسية الأممية الإقليمية المحلية، سميها ما شئت. وإلا إيش كنا نعمل يا عزيزي في موفنبيك؟ 10 سنة تحاورنا في موفنبيك، كان الناس يتحاورون، اليمنيون بمختلف فئاتهم وشرائعهم وأحزابهم ومشاربهم يتحاورون في موفنبيك، وكانت هي الطريق الأقصر للخروج من الأزمة. وفي نفس الوقت الحوثي يحشد ويجهز نفسه بالسلاح،
في نفس الوقت الذي كان يفاوض، لأنه امتلك قدر معين من القوة، فانقلب على حوار موفنبيك. أعود معك إلى معركة الحديدة، وهي ما يطالب فيه كثير من المعنيين والكثير من النخب السياسية، ويتحدثون عن ضرورة هذه المعركة. في حال استئناف هذه المعركة، ما الذي سينتج عن هذا؟ لن تجدي الحديدة وحدها فقط، وإن كان الحوثي بالتأكيد سيخسر منها إذا في حرب بحتى شرعية. يجب أن تتحرك كل الجبهات في وقت واحد ومسار واحد، بحيث يمسك برأس الحية. أما أن تحرك قضية الحديدة فقد صحيح كما قلت أنه سيخسر فيها، لكن بالنهاية سيستطيع تعويضها من طريق ثاني. وحتى أوكي سيتنازل عن هذه الخسارة، لكنه ممسك بالعاصمة. مشكلتنا هي في العاصمة، في صنعاء ومحيطها. الصنم المقدس هناك من 1000 سنة، لكن في الطرف الآخر أكسر الصنم يا أخي في صنعاء، امسك الرأس، حل صنعاء. قضية صنعاء تحتل مشكلة اليمن كله. لا ينفع تمسك أي قضية أو حتى تسيطر على ذمأ وصعد وصنعاء ليست معك قضيتك فاشلة. في الطرف الآخر نجد أن هناك تقدمات كبيرة واسعة للجيش الوطني في محافظة صعدة، والتي هي كانت المكان الذي انطلقت منه هذه الميليشيات. ما انعكاس هذا الواقع الميداني الذي يحققه الجيش الوطني هناك على المعركة بعمومية؟ الدور الملموس والإيجابي حين تجتمع كل هذه الجبهات، جبهة صعدة وجبهة بيدي وجبهة نهم وجبهة الحديدة، ويصل الجميع جميعهم يصلوا في وقت واحد إلى ميدان السبعين معلنين النصر. في هذه الحالة سنقول أعلن النصر. أما أن تظل هناك متناثرة، جبهات متناثرة، والحوثي ماسك بالعمق الاستراتيجي لليمن، صنعاء وحولها، العمق التجاري، العمق الثقافي، العمق السياسي، العمق الاجتماعي، ما يعني لا أركنك بخير. الكاتب والمحلل السياسي ثابت الأحمدي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا، موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، حوار شيق وواضح وصريح من قبل الأستاذ ثابت الأحمدي. ألقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله.